الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي سترصد 10 ملايين دولار إضافية لتعزيز المشاركة الشفافة والسلمية في الانتخابات بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ليصل إجمالي الدعم الأمريكي للانتخابات الكونغولية ل 23 مليون دولار فاصل 75. هذا ما أعلنه كاتب الدولة الأمريكي أنتوني بلينكين بكينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد زيارة استمرت يوما في إطار جولته الإفريقية. وبهذه المناسبة سلط بلينكين الضوء على الشراكة طويلة الأمد والوثيقة بين البلدين في مجال الصحة العالمية، وخاصة مكافحة انتشار فيروس إيبولا والإنتاج الغذائي المستدام. بلينكين والوزير الأول الكونغولي جان ميشيل ساما لوكوندي تباحثا أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة المتوقع إجراؤها خلال 2023.